ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. في بداية الفيديو حابب ان انا اشكر كل الناس على كل الكومنتات الجميلة اللي انتوا كتبتوها ليا. شكرا ليكم وشكرا لتفهمكم، وان كان في حد بيقول انت مزود الموضوع كده فما فيش اي رد خالص اقدر ارده غير ان حضرتك لما تكون في الموقف نفسه ساعتها تقدر انك انت تحس الاحساس اللي انا حاسه. فانا عارف ان كل اليوتيوبرز وكل الناس يعني او اللي بيقدم حاجه بشكل عام بيكون فيه انتقادات ليه او شتيمه او ايا كان نوع الحاجه، ولكن انا يعني شايف ان الموضوع كان زايد عن حده بالنسبه لي، فحبيت ان انا اتكلم عنه خصوصا لما حاجه تكون مرتبطه بالدين، لان كل واحد غيور على دينه وبيحب دينه. فكان يعني كان الواحد يعني خلاص استنفذ طاقته، ولكن في ناس كتير بتتابع القناة هنا كويسة وناس محترمة جدا، وده كان باين من كومنتاتكم. أنا ما كنتش أعمل فيديو عشان خاطر حد يكتب لي بقى كومنتات يكون مثلا متعاطف معايا ويقول لي كلام يجيبه الكلام اللي أنا في كام كومنت شفتهم كده كلام عبيط يعني، ولكن حضرتك لما تكون في مكاني أو عندك حاجة من اللي أنا طلعت اتكلمتها ساعتها هتحس بالإحساس اللي أنا حاسه. وبقولها المرة المليون إن أنت أكيد ما تقبلش إن حد يغلط في الدين بتاعك، لأن ده دينك أنت بتحبه. أنا كمان ما أقبلش إن أنا حد يغلط في الدين بتاعي أنا بحبه، وأنا استحملت الغلط وما رديتوش بغلط لأن أنا ما تربيتش على إن أنا سواء كانت رباية أهلي أو رباية الدين بتاعي تربيتش إن أنا أغلط في حد حتى لو أساء فيا. بالعكس، ده إحنا عندنا في الإنجيل مكتوب أحب عدوك كقريبك، فأنت كمان مش عدوي، أنت صديقي أو أخ ليا. فأنا مش بكرهك، انا بحبك على الرغم ان حتى لو في ناس غلست عليا بالكلام، ولكن انا بقول لك انا بحبك ومسامحك ومش متضايق منك خالص. ولو في حد بيضايقني فالناس المحترمه ملهاش ذنب في حد بيضايقني. انا عارف ان الحسنه بتخص السيئه تعم، ولكن انا حابب ان انا اخلي ان السيئه هي اللي تخص والحسنه تعم عشان خاطر الناس اللي فعلا حابه ان هي تستفيد حتى لو كانوا يتعدوا على صوابع الايد، مع ان اللي انا شفته ولقيت في ناس كتير بتستفيد فعلا واستفادت فعلا. وشكرا لكل الناس اللي بعتت كومنتات سواء كان على الفيديو او على صفحة الفيسبوك او على الواتساب مايكل بعتهم لي او على التليجرام، كتر الف خيركم. شكرا خالص. في الفيديو ده هي المقدمة كانت لكل الناس، لكن الفيديو ده هيكون للناس اللي هي طلبة ثانوية عامة في مصر فقط. المنحة دي هتكلم عنها هي منحة مدينة زويل، دي منحة من منح الجامعات الخاصة ودي مقدمة للطلبة اللي عايزين يدرسوا كلية علوم أو كلية هندسة في مدينة زويل. بالنسبة لي التفاصيل بتاعة المنحة، بالنسبة لي مميزات المنحة، المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة، إزاي أعمل أبلكيشن خاص بالمنحة، كل ده أنا هشرحه لك في الفيديو بتاعنا. أتمنى لو الفيديو عجبك إن أنت تعمل لايك على الفيديو، ولو لسه مشفتش غير تشترك وتفعل زر الجرس على اول علشان خاطر لما تكون مشترك في القناة وتفعل زر الجرس هيوصل لك اشعارات بكل الفيديوهات اللي بتنزل على القناة اول باول، وحضرتك تقدر ان انت تتابعها اول باول وان شاء الله تحقق اكبر استفادة ممكنة من القناة بتاعتنا. فخلينا نروح مع بعض دلوقتي على اللابتوب بتاعنا نتكلم عن تفاصيل المنحة. وبالمناسبة انا الروابط اللي بتكون سايبها في صندوق الوصف دي بتودي لك على الموقع الخاص بينا، الموقع ده بيكون مكتوب فيه كل التفاصيل باللغة العربية، نهاية الموقع بيكون موجود فيه الموقع الرسمي الخاص بالمنحة نفسها والموقع الخاص بخدماتنا. قدامك طريق من الاتنين، انت ممكن انك انت تدخل على المنحة من خلال الموقع بتاعنا، او لو مش حابب انت تقدر الطريق التاني ان انت تروح على جوجل تكتب اسم المنحة وتلاقي المنحة من غير ما تدخل على الموقع بتاعنا اطلاقا. برضو بالنسبة للتقديم على المنحة قدامك برضو طريقين، الطريق الاول ان انا بشرح طريقة التقديم كل حاجة بالتفصيل، تقدر ان انت تتابع الطريقة وتقدم بنفسك مفيش أي حاجة إطلاقا، تقدر تقدم مفيش أي مشكلة بنفسك. عايز تقدم من خلالنا تفضل تعمل أبلكيشن بيتم التواصل معاك من قبل الفريق، إحنا مش بنجبر أي حد إن هو يقدم من خلالنا، إحنا مش بنمسك إيديك ونقول لك إملى الأبلكيشن بتاعنا، إحنا مش بنمسك إيديك ونقول لك إكتب رقمنا، ولا بنقول لك إنت لازم تقدم من خلالنا، إنت اللي بتعمل الأبلكيشن بنفسك، إنت بتكتب رقم واتساب بنفسك والفريق بيتواصل معاك على أساس الأبلكيشن اللي إنت مليته بنفسك. فمن فضل حضراتكم مش حابب إن في حد في الكومنتات، وبرضه لو عايز تكتب اكتب براحتك مفيش فرق يعني خلاص، يعني هو هنعمل ايه يعني، بحس ان في بوتات اللي بتكتب مش بني ادمين. المهم يعني انت عايزنا نقدم من خلالك مش عارف ايه، ده ملوش اي تفسير بالنسبه لي غير ان هو تخلف وجهل، لان انا بكون شارح الحاجه بالتفصيل وبقول لك انت ممكن تقدم نفسك، الناس اللي فاهمه ومتابعه هي اللي عارفه الكلام ده. اما بقى بالنسبه للجهل والتخلف فانا مش عارف احنا ممكن نتخطاه ازاي،
ولكن اللي انا عرفته في النهاية ان الجاهل هيفضل بيضر في نفسه، والتخلف هيفضل متمكن منه هو لوحده، لان الشخص الواعي اللي عنده ثقافة مش بيسمع لكلام الناس دي، وبيكون فاهم الكلام اللي طالع من الواحد بيكون عامل ازاي. ف يلا نروح على الطب بتاعنا، نتعرف كل حاجة بالشرح العملي. لكم مرة تانية زي ما قلنا بنتكلم عن منحة مدينة زويل. المنحة دي بتكون مقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات. المنحة فاتحة حاليا، تقدر تقدم على كلية العلوم والهندسة. المنحة بتغطي لك تكاليف الدراسة، هتقول لي في الكومنتات هي جامعة خاصة، هقول لك اسمها منحة للدراسة في مدينة زويل. معنى كلمة منحة إن حضرتك بتاخد إعفاء من الرسوم الدراسية، سواء بقى إعفاء تمويل كامل، يعني مش هتدفع أي حاجة، 75% أو 50%، المهم إن هي اسمها منحة، لأن في ناس في الكومنتات بتقول إزاي جامعة خاصة وإزاي أنا مش هدفع فلوس، هي اسمها، أنا مش بقول لك هتروح تدرس في الجامعة الخاصة على حسابك، أنا بقول لك منح الجامعات الخاصة، يعني أنت مش هتدفع فلوس للدراسة في المنحة دي. طيب إيه المستندات المطلوبة منك؟ بطاقة الهوية الشخصية بتاعتك، بطاقة الهوية الشخصية بتاعت والدك ووالدتك، استمارة التقديم للجامعة، الكلام ده هنفهمه مع بعض دلوقتي، تابع معايا الفيديو. كمان مفردات المرتب بتاع الوالد او الوالده، وطبعا لو لا قدر الله في حاله وفاه احد الوالدين بيكون شهاده الوفاه مطلوبه، وكمان بيكون ارفاق صوره شهاده الوفاه بدلا من مفردات المرتب. بطاقه الاخوه، البطاقه الشخصيه بتاعت كل اخ واخت ليك، القيد العائلي، صوره من كشف حساب البنك الخاص بالوالد والحساب البنكي الخاص بالوالده. هنا دي بالنسبه لشروط التقديم على المنحه، تقدر تقدم على المنحه دي لو انت حاصل على الثانويه العامه او مدارس ستيم. انا اسف ولكن طلاب الازهر مش مذكورين من ضمن الناس اللي ينفع تقدم على المنحه، فللاسف المنحه مش للطلاب اللي من الثانويه الازهريه، وده كلام انا مش جايبه من عندي، مش مريض اللي بيقوله الكلام ده، منقول فقط على لساني من الموقع الرسمي الخاص بالمنحه. تمام، تقدر تدخل على الصفحه الرسميه الخاصه بمدينه زويل، اكتب في الفيسبوك زويل سيتي، وروح على البوستات بتاعتهم، هتلاقي ان المنحه موجوده والتفاصيل والشروط بتاعتها موجوده بالنص زي ما هي هنا. تمام، الكلام ده هتشوفه برده من داخل الابلكيشن. المنحة دي مقدمة للي عايز يدرس كلية العلوم أو كلية الهندسة في مدينة زويل. تمام، كمان أنت لو عايز تقدم على مدينة زويل لازم تكون ملتزم بالحد الأدنى لكلية العلوم وكلية الهندسة، يعني هتشوف التنسيق بتاع كلية العلوم أو كلية الهندسة في جامعة زويل كام، وعلى أساسه تقدر تقدم على الكلية أو لا. لو المجموع بتاعك أقل من المجموع الخاص بتنسيق كلية علوم أو هندسة في مدينة زويل، للأسف مش هينفع إن أنت تقدم عليها، ده الواقع وده اللي مكتوب، لازم أنا أكون صادق معاك عشان خاطر ما يشركش في أحلام وتقول عليا كذاب، لأن أنا أصلا صادق معاك وأنت بتقول عليا كذاب، فما بالك لو كذبت عليك هتعمل إيه؟ فاهم الفكرة؟ فدي الصراحة فحبيت إن أنا أفهمها لك. بعد كده خلي بالك إن المتقدم على المنحة لازم يكون ملا الأبلكيشن خاص بالجامعة نفسها، يعني إيه الكلام ده؟ هشرحه لك، ولكن خلينا نكمل باقي الشروط. ان حضرتك تكون شعبة علم علوم او علمي رياضة، ما ينفعش ان انت تكون من ادبي وتقدم للاسف الشديد. تمام، خلي بالك عشان تكمل في المنحة دي، يعني بعد ما انت تحصل على المنحة خلاص وهتدرس سنة اولى، عشان تكمل في المنحة دي لازم معدل التراكمي بتاعك ما يقلش عن 3، اللي هو جي بي اي بتاعك اللي هو المعدل التراكمي كل سنة ما يقلش على 3، عشان خاطر المنحة تفضل مستمرة معاك. طيب عايزين نيجي مع بعض هنا، لو انت عايز تقدم على الجامعة او عايز تقدم على المنحة، ركز معايا في الكلام اللي هقوله دلوقتي، لان الكلام ده مهم جدا ولازم تفهمه. اول حاجه عشان خاطر تقدم على المنحه وتملى الابلكيشن خاص بالمنحه، انت لازم الاول تقدم على الجامعه، تملى الابلكيشن خاص بالجامعه، تقدم الاوراق بتاعتك ويكون عندك استماره تقديم على الجامعه وفي رقم للاستماره دي. طيب لو انا عايز اقدم على الجامعه هعمل ايه؟ بضغط للتقديم على الجامعه، بيفتح معاك الموقع الرسمي الخاص بالجامعه، تبدا ان انت تختار نوع الشهاده بتاعتك ايه، اذا كان ثانويه عامه، علم علوم او علم رياضه، او حضرتك لو كنت بتقدم من مدارس ستيم تبدا تختار الحاله اللي تنطبق عليك، وليكن مثلا علم علوم، بقول له انا حصلت على الشهاده امتى، هو بيقبل من طلاب سنه 2024، حصلت على الشهاده بتاعت شهر 7، بقول له نيكست، بعد كده يبدا يفتح معايا الابلكيشن، ببدا اسجل البيانات بتاعتي، طبعا هنا الباسبورت نمبر ده لو حد بيقدم من الخارج على الجامعه نفسها. انت هنا بتقدم على الابلكيشن خاص بالجامعه كانك بتقدم للتقديم على جامعه خاصه، لو في مصروفات تقديم في الابلكيشن بتدفعها، انت كده كانك بتقدم على ابلكيشن جامعه خاصه. تمام، احنا كده بنملى الابلكيشن، بتملى كل البيانات هنا، البيرسونال انفورميشن بتاعتك اذا كان اسمك، البطاقه الهويه الشخصيه بتاعتك، العنوان بتاعك، هنا حد يتواصل معاك في حاله الطوارئ لا قدر الله، بعد كده بتضغط على النفس وتدخل على الجزء الخاص بالاكاديميك انفورميشن، تبدا تدخل له البيانات بتاعت المدرسه الثانويه بتاعتك وشهاده الثانويه العامه والمدرسه بتاعتك وحصلت على كام والكلام ده كله. كده انت مليت الابلكيشن الخاص بالجامعه، خلصت من الابلكيشن بتاع الجامعه، هندخل بعد كده على الابلكيشن الخاص بالمنحه. تمام، قلت لك هتملى ابلكيشن الجامعه الاول، والفيديو ماشي بتسلسل، عشان تسالني في الكومنتات على حاجه انا شرحتها اقول لك لو من فضلك او لو سمحت ارجع للفيديو. تمام، طيب بعد كده بنيجي ايه للتقديم مباشره.
طيب بنضغط لتقديم مباشره، بيفتح معانا الصفحه الخاصه بالتقديم على المنحه، بيقول لك استمرت التقديم لدرجه المرحله الثانويه منحه البنوك بجامعه العلوم والتكنولوجيا بمدينه سوهاج، تمام؟ معايير القبول الخاصه بالحصول على احد المنحه المقدمه من البنوك والمتاحه من جامعه العلوم والتكنولوجيا بمدينه سوهاج، بيقول لك ان هو يكون حصل على شهاده ثانويه عامه او مدارس ستيم. هم اللي قايلين مش انا اللي قايل، هم ما كتبوش غير دول، يبقى طلبه الازهر للاسف مش مشمولين في المنحه دي. بقى التفاصيل الخاصه بالمنحه اللي موجوده هنا في النص موجوده على الموقع بتاعنا بالنص. بعض المنح بتكون باللغه الانجليزيه، بتكبرك باللغه العربيه تسهيلا للقراءه لحضرتك انت، مش بندخلك في مواقع ونطلعك من مواقع زي ما البعض بيدعي. زي ما قلت لك تقدر تروح على جوجل على طول، تكتب اسم المنحه، ادخل على الموقع الرسمي وعيش مع نفسك، مفيش اي مشكله خالص، الدنيا سهله يا صاحبي، بس ما تصعبهاش على نفسك وعلى غيرك، تمام؟ بعد كده بنيجي بنقول له التالي، بعد كده بتفتح معانا الصفحه دي، بنقول له تمام ماشي التالي. بعد كده هنيجي هنا البيانات الاساسيه، اكتب اسمك بالكامل زي ما موجود في بطاقه الرقم القومي باللغه العربيه، اكتب الرقم القومي بتاعك، الايميل بتاعك، رقم التليفون بتاعك. بعد كده هنا بتقول له انت الثانويه بتاعتك ايه، ثانويه عامه مصريه ولا ستيم ولا ازهريه. طبعا هتقول له ازهريه موجوده ينفع اقدم، اقول لك للاسف لا، هو حاططها لو انت ازهريه هيستبعدك من الابليكيشن، لان هنا من ضمن الشروط احنا اللي ذكرناها اني لازم يكون شهاده ثانويه عامه او ستيم، تمام؟ وانت براحتك برضه لو في حد بيفتي كلام تاني، انا ماليش دعوه بالفتاوي، انا ليا موقع رسمي موجود قدامي بشرح لك على اساسه. بعد كده يا صديقي تيجي هنا كتاب الدرجه الثانويه العامه للطلاب، كده اكتب اسم مدرسه المتقدم، تكتب اسم المدرسه كنت بتدرس فيها، ذكر المصروفات الدراسيه الاساسيه الخاصه بالطالب خلال العام الدراسي الاخير للطالب في المرحله الثانويه العامه كنت بتدرس كام، تقدم على كليه علوم ولا كليه الهندسه، وكتابه الرقم الجامعي للطالب، يظهر الرقم الجامعي المكون من 9 ارقام بعد ملء الطالب لاستمارة التقديم الخاص بالجامعة، إذا لم يظهر لك الرقم الجامعي مراجعة التواصل مع إدارة التقديم بالجامعة. بيقول لك هنا إنك أنت بتكتب الرقم الجامعي، الرقم الجامعي ده بتجيبه إزاي وعلى أساس إيه؟ على أساس الأبلكيشن اللي أنت مليته هنا. بيقول لك إن بعد ما تعمل الأبلكيشن بيظهر لك رقم، الرقم ده هتكتبه هنا. في حالة إن الرقم ما ظهرش معاك بتتصل بإدارة التقديم بتاعة الجامعة، هم بيقولوا لك على الرقم بتاعك. بعد كده بنضغط على التالي، بعد كده بنيجي هنا تكتب اسم والدك، بعد كده تقول الحالة الاجتماعية بتاعته، الوظيفة بتاعت والدك، اسم جهة العمل، بعد كده الوالده الحاله الاجتماعيه بتاعتها، بعد كده ذكر الوظيفه لو مش بتعمل تكتب لها تعمل، وجهه العمل، وتخلص كل الكلام ده تكتب عدد الاخوه كام، وظيفه الاخوه لو كان في حد من اخواتك بيشتغل او بيدرس تكتب جنب كل اسم شخص هو بيدرس ايه في كليه ايه او بيشتغل ايه. بعد كده لو في اي ممتلكات بتكتبها، تقول لي ليه بيسالوا في المنح والكلام ده كله، هم بيحبوا يقيموا الحاجات دي كلها ودي منحه بتقدم عليها، بس الكلام ده بيكون موجود في المنح فقط لا هي داخل مصر، لكن خارج مصر مش بيسالوا على الحاجات دي، تمام؟ بعد كده التالي بنيجي هنا في اخر صفحه، هنا بتبدا ترفق له ايه؟ المستندات بصيغه البي دي اف، المستندات اللي احنا ذكرناها كلها هنا بالترتيب اهم، هتلاقيهم موجودين هنا، تبدا ترفق المستندات بتاعت حضرتك، بعد ما تخلص ترفق المستندات بتقول له ارسال. بكرر المره الرابعه او الخامسه او العاشره في الفيديو ان ما ينفعش تملا الابلكيشن بتاع المنحه ده الا لما تكون قدمت على الابلكيشن الخاص بالجامعه، عشان خاطر تطلع لك الرقم اللي هتكتبه في الابلكيشن الخاص بالمنحه. دي كانت كل حاجه عن المنحة الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل. أتمنى شرح كان واضح وبسيط. خلص عندك أي استفسار أو أي سؤال مذكر في الفيديو بتاعك، فاضلني في الكومنتات هحاول أرد عليكم جميعا قدر الإمكان. لو لقيت إن في إقبال على الفيديو ده والناس حابة الفيديوهات اللي زي دي، هتكلم في الفيديو اللي جاي عن منحة تانية من منح الجامعات الخاصة اللي موجودة في مصر، والفيديو يعني هيتصور وكل حاجة، لكن لو مفيش إقبال على المنحة دي أو الفيديو ده فمفيش داعي طبعا ان احنا ننزل باقي الفيديوهات الخاصه بنا. واخيرا اتمنى لكم التوفيق جميعا واشوفكم في فيديو جديد على خير. سلام.